إن البحث العلمي يعد خيارا استراتيجيا لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعترض خطط التنمية. احنا ما شاركناش في الثورة الأولى ولا الثورة الثانية ولا الثورة الثالثة، وهيصعب عليا جدا إن احنا ما نشاركش في الثورة الرابعة. احنا في مصر دلوقتي ويمكن من سنتين ثلاثة فاتوا واحنا متحركين لدعم حقيقي. يأتي حرص مصر الأكيد على بذل أقصى الجهد لتجعل من العلم مرفقا عاما للناس جميعا، وقد خضت الدولة في ذلك خطوات كبيرة. تحياتي لحضراتكم من جديد في هذه التغطية والمتابعة المستمرة معكم من الآن لرصد كل ما هو جديد على الساحة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم احتفال مصر بعيد العلم، وكرم الرئيس السيسي عددا من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والذين ساهموا بالأبحاث التي قاموا بها في خدمة المجتمع وأهداف التنمية في مصر. يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بأهمية البحث العلمي في تقدم البلاد وتحقيق رؤية مصر الشاملة في 2030 في المجالات كافة. وفي كلمته بالاحتفالية قال الرئيس أن مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحيا علميا وثقافيا، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عاما للتعليم في مصر إيمانا منا بأن العلم والتعليم هو أساس النهوض بالمجتمع. للحديث عن احتفالية عيد العلم مشاهدين واهتمام الدولة بالعلم والبحث العلمي انضموا معنا في الاستوديو الآن الأستاذة رفعت فياض وهو مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم بالجريدة. أستاذ رفعت تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك. أهلا وسهلا. إذا تحدثنا في البداية عن حضورك اليوم لهذه الاحتفالية ماذا تقول؟ طبعا أنا سعدت جدا بحضور هذا الاحتفال لأنه تقدير من قبل الدولة بالعلم والعلماء والبحث العلمي، ويمكن كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي معناها كانت كلمة قصيرة لكنها جامعة مانعة إذا جاز التعبير، وضحت أهمية البحث العلمي في أي دولة مش في مصر بس، وأنه لا تقدم في أي دولة إلا بالنهوض بالتعليم والبحث العلمي، وأيضا بناء الإنسان المصري بناء جيدا ده نتيجته هينعكس على الدولة في كل مجالات الحياة. وعندما نقول أن التعليم أمن قومي تفسيرها ببساطة إن مخرجات التعليم هذه إذا كانت جيدة ومن خلال تعليم جيد وبحث علمي جيد هيكون عندنا خريج متميز في مجال الطب والهندسة والصيدلة وفي كل المجالات. إذا انعكاس ذلك على المجتمع يرتقي المجتمع في مختلف مجالاته لأن نوعية الخريج أصبحت جيدة. ما بال حضرتك بقى إذا انهار التعليم أو ضعف التعليم، بلا شك ستكون مخرجات التعليم ضعيفة وسيئة وينعكس ذلك على المجتمع كله. أهمية البحث العلمي سواء بالنسبة للجامعات أو بالنسبة للمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي أو التابعة لوزارات مختلفة، لأن هناك مراكز بحثية تابعة مثل وزارة الزراعة مثل وزارة الصناعة، وأيضا مراكز بحثية تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الجامعات باعتبارها هي كلها مراكز بحثية، لأنه لا تعليم جامعي بدون بحث علمي. إذا نقص البحث العلمي في أي كلية أو جامعة بلا شك يكون تعليما منقوصا. أهمية البحث العلمي حضرتك هو إزاي أن أنا أعظم الاستفادة من طبيعة المنتج اللي عندي، أعظم الاستفادة من طبيعة المواد الخام اللي عندي، أعظم الاستفادة من أي منتج أخليه بدل ما منتج يبقى قيمته مثلا سين 5 وحدات، لا أنا ما أصنعه بطريقة مختلفة أو أبتكر طريقة جديدة لأعظم من هذا المنتج يبقى أخلي قيمته 10 15 20. طب ده عائده
على الدولة بلا شك هيكون كبير جدا، عائده على الباحثين هيكون كبير جدا، عائده على المراكز البحثية نفسها هيكون عظيم جدا. ودي حضرتك أمثلة بسيطة عشان بس السادة المشاهدين يستوعبوا معنا أهمية الدور الذي يقوم به البحث العلمي في المجتمع. لو احنا بصينا لنظام الاتصالات مثلا على سبيل المثال، أفكر السادة المشاهدين بس يمكن الكبار في السن زي كده ولا حاجة، وسيلة الاتصال وقتها في البداية كانت مجرد التليفون أبو منافلة أو التليفون العادي. تخيل حضرتك لما تبقى وسيلة الاتصال من خلال بحث علمي، من خلال جهاز محمول صغير أستطيع من خلاله أتصل بأي مكان في العالم وأنا من أي مكان موجود، ويكون على هذا التليفون البسيط المحمول ده كل الداتا والمعلومات اللي أنا ممكن أحتاجها وأخش بها على أي مواقع علمية أو مواقع إلكترونية، عايز أعرف أي معلومة ما هي حقيقتها وحجم طبيعة المعلومة دي من خلال التليفون. والتطور فيه سريع، التطور ده من خلال بحث علمي موجود. ازاي اعظم؟ تخيل حضرتك بتعبير الناس البسطاء يقول لك الحتة الحديدة دي ازاي انا حولتها لقيمة مضافة وجعلت حتة الحديدة دي اذا كان هي في شكلها الطبيعي قد لا تساوي من السعر جنيه مثلا، دلوقتي انا بشتريها بعشرة وخمستاشر قيمة ألف وتجارية بلا شك. بالاضافة الى قيمتها بقى التكنولوجية وعائدها على المنتج. قيسي كده حضرتك على كل مظاهر الحياة في كل شيء. طيب استاذ رفعت، حضرتك متولي ملف التعليم منذ متى؟ منذ 43 سنة. طيب انا محتاجة بقى يعني استثمر خبرة حضرتك في الملف ده في تطوره بشكل كبير. ايه اللي فرق التعليم في مصر منذ الفترة اللي حضرتك توليت فيها الملف ده لحد دلوقتي؟ ايه الفرق ما بين النهاردة وما بين قبل كده في مصر في التعليم؟ شوف احنا مرينا حضرتك بكذا مرحلة، بدءا من ما قبل ثورة 23 يوليو 52، وكان هنا التعليم ليس مجانيا بل هو تعليم للقادرين، وكان لا يتمتع بالمجانية إلا المتميزين. ومن هنا كان نسبة المتعلمين قليلة. إما قامت ثورة 23 يوليو، ودي كانت طبيعة مرحلة ضرورية، أتاحت فرصة التعليم للجميع، التعليم المجاني، ومن هنا بدأت كمية المدارس تزداد، الجامعات عددها يزداد، بدأ حتى موضوع الاحتفال بعيد العلم. أولا كان بدأ سنة 44، ثم بعد الثورة توقف، ثم بدأ أيام الرئيس جمال عبد الناصر سنة 58 يعود مرة أخرى، لكن كان موعده في شهر ديسمبر أو 8 ديسمبر بالتحديد، تيمنا بتاريخ إنشاء جامعة القاهرة سنة 1908. وبعد ثورة أو قبل ثورة 2011 توقف عيد العلم وبدأ يعود سنة 2014. يمكن دي ثالث مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يحضر عيد العلم ويشارك فيه. نيجي حضرتك بقى للتطور أو استكمال الجزء اللي حضرتك أشرت إليه. عندما زادت يعني كم التعليم ومستواه ومساحته على المستوى القومي ليتعلم أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع وخاصة أبناء البسطاء، لكن بعد ذلك حدثت نكسة 67. 67 أثرت علينا بالسلب بشكل كبير جدا، توقفنا عن إنشاء المدارس، أهملنا التعليم لأن بدأت المدارس تبقى في مرحلة أولى ومرحلة تانية ومرحلة تالتة، وبالتالي المنتج أصبح ضعيف، ومن هنا بدأ ينهار التعليم بشكل كبير جدا. بعد حرب 73 بدأت الدولة تهتم ببناء المدارس، ويمكن كانت تنشئ حوالي 1500 مدرسة في السنة لنحاول نفك التركيبة بتاعت المرحلتين والثلاث مراحل دي ونطور بشأن التعليم. لكن في الوقت الحالي نحن أمام مشكلة، مشكلة تكلفة التعليم. الدولة ليس تأخرا مادية ليس تأخرا منها أو تكاسلا من الإنفاق على التعليم، لكن أنا وأنا خريج مدارس حكومية
ويمكن لو ما كانش في مدارس حكومية وتعليم مجاني ما كنتش أنا أو غيري في ذلك الوقت كنت تعلمنا. إنما دلوقتي ابني وحفيدي الموقف في تعليمه أصبح مختلف تماما. الدولة نعم غير مقصرة، لكن لا تستطيع أن توفر كل احتياجات العملية التعليمية ليكون هناك تعليما متميزا. ومن هنا بدأ يطرح فكرة أن يكون هناك تعليم خاص لمن يريد، وأصبح هناك أيضا برامج متميزة داخل الجامعات. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، ودي يمكن عددها وصل لحوالي 188 برنامج بمقابل مادي داخل الجامعات الحكومية. أولا دي بيبقى أعداد قليلة، تعليم تميزا يساعد العائد المادي لسد العجز ما بين ما توفره الدولة للجامعات وبين الاحتياجات الحقيقية للعملية التعليمية. طب في جزء آخر الطلبة أو أولياء الأمور اللي عايزين يعلموا أولادهم برا وبينفقوا عشرات الآلاف من الدولارات، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الغرب وتأثير الغربة على أبنائنا دول، وكثير منهم قد لا يعود إذا ذهب لهذه المجتمعات الخارجية، خاصة إذا وجد فرصة عمل وخلافه، بالإضافة إلى التأثير السلبي الثقافي على أولادنا في هذه المرحلة الخطيرة. فبدأت الدولة تتجه في الفترة الأخيرة إلى فتح المجال لإنشاء فروع لجامعات دولية، أي أن الجامعة الدولية اللي موجودة في لندن أو في بريطانيا مثلا أو في فرنسا أو في ألمانيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، بدل ما أنا أسافر وأقيم هناك إقامة كاملة وتكلفة رهيبة جدا، ما أجيب فرع أو الجامعة دي تعمل فرع داخل جمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة الشهادة بتمنحها هذه الجامعة الأجنبية، أي مثلا معتمدة ومن هناك، لأن هي بتدرس مناهجها والتخصصات اللي هي بتبحث إنها يحتاج إليها المجتمع. ده هيحدث نوع من المنافسة المطلوبة ما بين هذه الفروع الأجنبية والجامعات الأجنبية التي تقدمت بشكل كبير جدا، وأيضا ما بين الجامعات الخاصة اللي موجودة عندنا اللي وصل عددها لحوالي 27 جامعة خاصة دلوقتي، وبين الجامعات الحكومية اللي تطور من نفسها أيضا، لأن يبقى المعروض جيد حتى تجذب الطالب للالتحاق بها. من يريد أن يذهب إلى الجامعات الحكومية متاح، من يريد أن يتعلم تعليما أكثر تميزا داخل الجامعات الحكومية من خلال البرامج الخاصة متاح، من لم يستطع مجموعه أن يدخله الجامعة الحكومية ويريد أن يتجه إلى الجامعات الخاصة بالضوابط والشروط التي وضعتها الدولة لكي لا ينخفض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة دي، يكون قريب من الجامعات الحكومية حتى يكون الطالب متميزا. وعشان كده الفارق ما بين الحد الأدنى على سبيل المثال في دخول كليات الطب في الجامعات الخاصة وبين كليات الطب في الجامعات الحكومية لا يزيد عن 1 أو 1.5% فقط. يعني إذن الطالب هنا أصبح متميزا بشكل جيد. وأيضا بالنسبة للجامعات الدولية، من لديه الرغبة والقدرة أن يتعلم تعليما أجنبيا بعائد مادي مرتفع هو هيتحمله أو متاح الفرصة قدامه. وده نفس النظام اللي احنا أوجدته الدولة وانتشر بشكل جيد بالنسبة للتعليم العام الحكومي والتعليم الخاص. طيب في من ضمن الإشكاليات الموجودة في التعليم واللي تم يعني طرحوها أكثر من مرة، نعم، هو تحويل التعليم في مصر بشكل كبير إلى يعني تجارة أو فلوس بشكل أو بآخر، بأن اللي يدفع أكتر يبقى مستواه التعليمي هو المناسب، مع أن ده في الواقع يعني شيء غلط جدا يعني ومش مقياس بشكل أو بآخر. الفكرة دي إزاي إن إحنا نقضي عليها؟ يعني دي مشكلة كبيرة جدا في الجامعات إن إحنا يكون عندنا الفكرة التجارة أو فكرة الاستثمار في التعليم من ناحية المؤسسة، إن إحنا نشوف مثلا مش عيب إن رجل أعمال يفتح يعني جامعة، لكن الأكثر عيبا إن يكون الجامعة دي مش إن هو بيقدم علم بقدر من إن هو بيكسب فلوس بشكل كبير جدا. تحقيق المكسب المادي هو اللي بيكون على رأس الأولوية، مش تحقيق الكفاءة والمحتوى بشكل كبير، وبالتالي تخريج دفعات بتكون ذات مستوى أكاديمي يليق بسمعة مصر. النقطة دي أخبارها إيه من ناحية سعي الدولة الدائم
في القضاء على المشكلات بشكل كبير جدا. أنا هبدأ لحضرتك من بداية التعليم العام. في وجودي أنا مراحل التعليم العام في بدايته كان الذي يذهب إلى المدارس الخاصة والطالب الضعيف والفاشل. صحيح. والذي لم يستطع أن يلتحق بالتعليم الدروس الخصوصية فهو أيضا كان سب في جبينه أن يذهب إلى الدروس الخصوصية. ومع أنني ضد الدروس الخصوصية ماضيا وحاضرا ومستقبلا دي قصة تانية، إنما أنا بتكلم على تكلفة التعليم وتحول التعليم الخاص إلى مستوى جيد مع الظروف الاقتصادية التي حدثت في الدولة ما بعد 67 كما أشرت. فبدأ يظهر التعليم الخاص بقوة وبدأ ياخد فئة معينة من الناس، وبدأت فئة معينة متميزة مش ضعيفة. لكن لما نيجي بالنسبة للتعليم الجامعي، عندما صدر القرار الجمهوري سنة 96 بإنشاء أول 4 جامعات خاصة، كانت صدمة في المجتمع أن يكون عندنا تعليم جامعي خاص. وإزاي هياخده أصحاب المجاميع الضعيفة وقد يدخل فيها طالب اللي عايز يدرس طب ب 55 ولا 60% عشان يدرس طب، وبالتالي أصبح هنا الفلوس هي اللي تخليه يدرس التخصص وكان هيكون مستوى ضعيف، وهنا النظرة ليها كأنها نظرة تجارية. الموقف اختلف تماما دلوقتي مع انتشار الجامعات الخاصة اللي عددها وصل إلى ما يوازي عدد الجامعات الحكومية، لكن إجمالي من هم موجودون في الجامعات الخاصة كلها مع إن العدد هنا زي العدد اللي هنا حكومي وخاص كسعة لا يزيد عن 7.5% فقط من إجمالي ما تقبله الجامعات الحكومية في مصر. فهنا أصبحت عملية عرض وطالب، وما دام يكون عندي 26 أو 27 جامعة خاصة لابد أن تتبارى أن تقدم خدمة جيدة عشان يبقى تدخل دور المنافسة بينها وبين بقية الجامعات الخاصة الأخرى. أضيف إلى ذلك أن أصبح عندنا دلوقتي بشكل متوازي عندي مجلس أعلى الجامعات ثم عندي مجلس جامعات خاصة. مجلس الجامعات الخاصة دي وضع ضوابط للقبول في الجامعات الخاصة، جعل أن الحد الأدنى للتقدم لمن يريد أن يلتحق بقطاع كليات الطب على سبيل المثال لا يقل مجموعه عن 95%. ما فيش كلية طب في جامعة خاصة وصلت ل 95%، كلها أعلى من كده. لأن مثلا كلية الطب وأنا كمجلس جامعات خاصة بحدد لها العدد اللي يتفق الطاقة الاستيعابية بتاعتها وعدد أعضائه التدريس وكل حاجة، محدد لها 400 طالب مثلا، تقدم لها 3000، 400 طالب حاصلين على 95% فأكثر في الثانوية العامة، فبرتبهم الأعلى مجموع فالأقل فالأقل، فأجد إن هذه الكلية وصل الحد الأدنى للقبول فيها في كلية الطب 97%. أنا ذهبت إن هنا كطالب أولي أمر لجامعة خاصة لدراسة الطب لأن ما لحقتش كلية طب حكومية، بس كان قدامي كليات أخرى حكومية من الممكن أن ألتحق بها دون أن أدفع إلا الرسوم الدراسية التي لا تزيد عن 400 جنيه في السنة، لكن أنا عايز أدرس تخصص معين ما لحقتوش بمجموعي في الجامعات الخاصة الجامعات الحكومية، فبتجه للجامعات الخاصة. طب حضرتك أنا عايز مش عايز لا أخش جامعات حكومية ولا أخش جامعة خاصة إذا كان أنا ناظر ليها كولي أمر أو طالب إن مستوى التعليم فيها أقل من الجامعات الحكومية أو خلاف أو في النهاية تعليم خاص، أنا عايز أودي ابني برة يتعلم برة وأنا معايا فلوسي وكل حاجة، مع إن كان متاح لي إنه يخش جامعة حكومية بس كلية غير الكلية التي يريدها أو جامعة خاصة. طب أنا هجيب لك الجامعة الدولية أو الجامعة الأجنبية هنا اللي يكون لها فرع في داخل جمهورية مصر العربية. فهنا أصبح التنوع موجود ولم يعد فيه تجارة قدر ما فيها نوع من المنافسة بين أشكال مختلفة من التعليم. ما عادش المفاهيم السابقة، ودي على مستوى العالم بالمناسبة مش يعني مش على مستوى مصر بس، أصل التعليم الحقيقي له تكلفة ولا بد أن تدفع. يدفعها مين بقى؟ هل الدولة كلها تدفع التكلفة كلها بما يسمى بالتعليم الحكومي؟ طب الدولة لم تعد قادرة على أنها تدفع كل التكلفة في التعليم الحكومي وغير الحكومي، ولا نتيح الفرصة لتعليم خاص على أساس أنه يقلل الضغط
من الجامعات الحكومية والذي لديه المقدرة المادية أن يذهب إلى التعليم الخاص، أو جدت له كمان تعليم دولي، تعليم دولي داخل هذه أو هذه المنظومة. يعني نوع رابع آخر ظهر في الجامعات المصرية، وهي ما يسمى بالجامعات الأهلية، لا هي حكومية ولا هي خاصة، لكن ذات نظام خاص، لأنها المصروفات اللي بتاخدها من الطلبة بتنفق داخل الجامعة ولا تدخل جيب مالك الجامعة، لأن دي مش مملوكة لشخص معين، مش تعليم جامعي خاص. ودي جامعة هارفارد على سبيل المثال هي جامعة أهلية بهذا المفهوم، لكن ميزانيتها التعليمية تكاد تكون مساوية لميزانية الدولة بحالها، بسبب العائد المادي اللي هي بتحصل عليه من ناحية، ومن ناحية تانية التبرعات بتاعت رجال الأعمال والصناعة والمختلفة لهذه الجامعات تساهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية فيه. أستاذ رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم ومسؤول ملف التعليم بالجريدة، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات. وفصل قصير مشاهدينا الكرام، ونعود لحضراتكم من جديد، دائما ابقوا معنا.